في اللقاء السابق تبين لنا أن الأستاذ يقر يعترف بأنه قد حصل على جميع المسؤوليات من صدام، ومن هنا قلنا تمسك بها بالأيدي والأرجل والأجساد وعض عليها بالأسنان. بدأ يغتصب المدارس، بدأ يغتصب المدارس مثل ما يفعل ابنه المجرم الطاغوت المعتوه الآن، كما هدم المساجد وكما قتل الأبرياء من الشباب والأطفال. نفس المنهج، نفس السيرة، نفس السلوك، نفس الكلام، نفس التصرف، نفس الاضطراب. لا يوجد فرق. من يتحدث عن الفرق فهو جاهل. هذا المنهج على منهج الأب، على منهج الصدر، لا فرق بينهما. التفت جيدا، يعني الآن حتى لو كان مجبرا على قبول الحوزات والتسلط والإقامات، هل يستغل هذه للبطش بخصومه؟ هل يغتصب المدارس؟ هل يمنع الإقامات عن الآخرين؟ لاحظ التناقض، لاحظ الاضطراب، لاحظ العشوائية، لاحظ الصبيانية. إذن هو يسلم بأنها مغصوبة، يسلم بأنها لآل الحكيم. لماذا أخذت المدرسة منهم بقوة الدولة وبقوة الأمن؟ يقول أنها مغصوبة من آل الحكيم، وأن آل الحكيم قد عرضوا أمرها على دوائر الدولة وأصدروا كتابا لاستردادها وأمرا باسترداده. لاحظ الجواب كيف سيأتي، يعني غرابة في الكلام لا يصدر من إنسان عاقل، لا يصدر من إنسان سوي. يأخذ مسؤوليات الحوزة بأكثر من 95% ويغتصب مدرسة الحكيم، ويتوجه الحكيم إلى صدام لإرجاع مدرسته المغصوبة من الصدر. لاحظ ما هي المقاييس الصدر، هو صاحب 95% الصدامية يعترض على الحكيم صاحب 1% من الصدامية، أو صاحب 5% من الصدامية أراد أن يرجع مدرسته، فالتجأ إلى صدام الذي أعطى كل المسؤوليات للصدر. لاحظ كيف يقلب الحقائق، كيف يقلب الوقائع، فيقول بأن الحكيم لو فعل هذا فهو عميل، وأنا ليس عندي أي دليل، ليس عندهم أي دليل ضدي على عمالتي لصدام. أي مقارنة هذه؟ أي كلام هذا؟ أنت الذي أقررت، أنت الذي اعترفت قبل قليل كما قرأنا، اعترفت بأنك أخذت كل شيء من صدام، وهو الحكيم رجع إلى صدام لإرجاع مدرسته وانتهى الأمر. لاحظ كل الصراع تحت ظل النظام، تحت ظل الدولة، تحت ظل الحاكم، تحت ظل الطاغوت، تحت ظل المحتل.